شهرزاد بتقول جوزي حلف طلاق على حاجه انها ما حصلتش لانه مش فاكرها، انها حصلت وانا فاكره ومتاكده انها حصلت، هل كده يبقى متطلقه؟ لا. والفقهاء يقولوا عباره جميله قوي في الحته دي نحفظها، قالوا لانه حلف على ما يظن، حلف على ما يظن، فلا يقع الطلاق وليس عليه كفاره.